هذه ديال قصاري التكوار. فخار كنبيعو شرف فخار، والا كاين شي واحد في المستوى واخا صوتنا عليه، كاين شي واحد ماشي في المستوى شاندير شي واحد نكونو نعرفوه ونعرفوه غادي يخدم معنا غنصوتو، ما كانش ميمكنش. عمر شي واحد ما وصلنا ولا داك ولا قال لنا شي حاجه ولا ما كاين لا اهتمام لا والو في هاد القصاريه، وما كاين حتى شي حاجه ما كاينه. ونتمنوا والله هاد الناس اللي غادي يجوا يشوفوا من حالنا ويقادوا لنا الوضعيه ويقادوا المسائل يصلحوا لنا بعد على المحلات. انتظارات ديالنا هي فخار تا هو يديروا لي حقوق، فهمتي؟ الصناعه التقليديه ود اكثريه اصحاب المحلات التجاريه ديال الفخار، ويكذب عليك كذاب هذا الشيء ديال هذول اللي تيهضروا على الفخار ما تيديروا لنا حتى حاجه. تيجمع داك الشيء تيديره في جيبو تيزيد بحال هكا. ما عمرهم جاو عندكم خصوصا في الظرفيه ديال كورونا. وتقول ما يعاتقوكش ب 4 دريال باش نكونوا واضحين، ما كاينش اللي يعقل عليك. جاو عمرهم جاو عندكم سولوكم قال لكم شنو خاصكم؟ لا لا ما كاينش هذيك القضيه ديال شنو خاصك. انساها، في هذه الفخاره تيعرفها مصلحتهم هما باش نكونوا واضحين. اخو تنوجهوا لهم يوقفوا معنا ويتعاونوا معنا شويه ويعطونا وقت، ماشي تيساعدوا ريوسهم، يساعدونا حتى حنا ويحسوا بينا حتى حنا شويه حتى مضرين بزاف، فهمت؟ حتى البراني اللي غيجي ياخذ معدنا ما بقاش تيجي لهاد المدينه، لان تيشوف ما تيقادوش. تتجي دابا لهاد المدينه فخار، تتجي لبلاصه الفخار ما كاينش شي حاجه، حتى الحديقات الدراري اللي غيجي يريحوا فيهم ما كاينش، حتى هادشي ديال اللعاب هادشي ما كاينش اللي غيجي، اش يجي يدير في اسف؟ شكون واضحين؟ غادي تصوت انت؟ لا ما نكذبش عليك، انا ما نصوتش انا، لان ما تينفعوناش. كورا كان شي واحد يستحق نصوت عليه نصوتوا عليه. جاو عندكم داروا الحمله الانتخابيه؟ لا والو ما كاينش هذاك الشيء. جاتكم ورقه ديال التصويت؟ هو تقول ما كاينش اللي جاب لنا شي ورقه. انت ما غاتصوتش؟ انا ما مصوتش. علاش ما تصوتش؟ لا ما كاينش علاه ما تصوت بعدا، فهمتي؟ تيكون هذاك اللي غنصوتوا عليه استحق نصوتوا عليه ما يهمناش. مصطفى جعفر معروف في الفخاره من قديم قديم، عندي 65 سنه في الصناعه التقليديه. ونتظر كنتظر من الاخوان اللي غيتحملوا المسؤوليه ينظروا شويه من جهه الصناعة التقليدية، راه عارفين الحالة كيفاش دايرة، عارفين الأمور كيفاش دايرة، راه حنا في حالة يرثى لها، وراه كنطلبوا منهم يكونوا يزورونا الله يجازيهم بخير باش يكونوا يقدموا لنا حنا، إلا خسرنا شي مساعدة ولا خسرنا شي حاجة راه ما عمرنا غادي نتذكروا. راه أنا راه شخصيا دابا راه حتى لاكارت ديال 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 لاكارت ديال الصناعة التقليدية ما دايرهاش، لأن ما عندي ما ندير بها بصراحة. كنديرها الا بغيت شي كريدي من البنكة ولا شي حاجه، وفي الكريدي تاع البنكة كيكرفصونا تيقول لنا 5% ولا كذا، في التالي كيدخلوا معنا لواحد المشاكل اللي كنصدقوا كنخلصوا فيها اكثر من هذاك العدد اللي سميتو. الله يجازيهم بخير هاد الاخوان اللي غيتحملوا المسؤوليه ديال تسميتو، الله يجازيهم بخير، يكونوا في المستوى ويتعاونوا مع الصانع التقليدي ويزورونا. مثلا نعطيك مثال بسيط، حنا دابا هنايا في هذا الفندق ديال الكوار هذا اللي مقابل دابا مع الباركينغ، هو فيه حوانت فيه هنايا داك فيه شي 6 الحوانت ولا 7، راه كيدخل عندنا الناس قلال، الناس اللي كيدخلوا عندنا. الا جابوا لي المسائل وسجلوني في سميتو راني غادي نمشي نصوت، اش غادي ندير؟ ما عندي اختيار، ما وصلوني شيء الا راني ما كاين حتى مشكل. راه المهم راني مسجل في الغرفه ديال الصناعه التقليديه من 72، وراني مستعد، راه عندي الحجه اللي بغيت نجيبها لكم تشوفوها، من 72 مسجله عندي الان، باقي عندي التوصيل ديال التسجيل. وديك الساعه كان رئيس الغرفة اللي كانت ديك الساعة الله أعلم إلى الحاج علال بن جلول رحمه الله. ومن بعدها جا السر داك شحال من واحد، وجا السرغيني مولاي أحمد الله يذكرو بخير، وجاو الناس داك. ودابا راه الإخوان تاني ما بقيت أنا كنمشي شي لتما، بقيت كنسول، ما بقيت دابا إلا كانت شي حاجة وجاو زارونا راه مرحبا، حنا ما كاين حتى مشكل، حنا بغينا هاد الصنعة ديالتنا تطور، وحتى الصانع التقليدي تا هو يكون بخير، ما يبقاش محتاج. احنا محتاجين الى اقصى درجه. والله يجازيكم بخير، وعاش جلاله الملك، وعاش الوطن المغربي، وعاش الاخوان المغاربه كاملين فيما كانوا. والله يحفظ الجميع، والله يحفظ لنا وطننا ويحفظ لنا اخواننا، والله يجازيكم بخير لما تعاونوا معنا، وهذا هو الشيء اللي طالق نطلبوا منكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.